اهلا لو وسهلا، سمحت دكتور، انا عندي ابني عنده 3 سنين. ربنا يخلي يا فندم. الله يخليك، تسلم يا دكتور. وبعدين عنده مشكلة ان هو دايما يعني بيضغط على المنطقة تحت عنده برجليه، وبصراحة يعني دايما حتى لو عند حد دايما بتيجي وقت النوم، يعني وقت ما يكون هو عايز ينام هو بيضغط على حضرتك المنطقة بتقولي، هو دي، وانا بصراحة مش عارفة. نعم، حضرتك بتقولي بيعمل ايه؟ بيضغط على ايه؟ بيضغط على المنطقة تحت عنده، اه فبيجي وقت النوم الكلام ده. فيعني حاولت ان انا كذا مرة مثلا ابعد رجليه عن بعضيها، او امسك نفسي ايديه كده والعبه قبل ما ينام، كل ان انا اقليه شوية، لكن برضه بيرجع يتعصب ويقول لي لا انا عايز اعمل رجلي كده. بيضم رجليه على بعضيها. اه، بيضم رجليه على بعضيها لدرجة ان الرجل بتتعصب. طيب يا فندم، هو عنده سنه قد ايه؟ نعم، سنه الولد سنه قد ايه؟ انه 3 سنين، يعني 3 سنين الا 2 سنين كده و10 شهور بيجي له تشنجات في العضلات او حاجه في رجليه. في رجليه او في ايديه او في اي حته في جسمه يعني؟ لا، هو رجله مش بتجيله تشنجات فيها، بس هو بيشدها جامد. اه طيب، هو ترتيبه رقم كام في اخواته يا فندم؟ هو قبل الأخير، هو في أخ أصغر منه للأسف، يعني كان جه وراه على طول. يعني تمام، معايا أخ، يعني ابن أصغر منه عنده سنة دلوقتي. حلو قوي. الحركة اللي بيعملها الولد دي بقالها تقريبا قد ايه؟ من ساعة ما اخوه الصغير اتولد ولا من قبلها؟ للأسف اه، من ساعة ما أخوه اتولد. أنا لاحظتها كتير، إن هو يعني من ساعة ما أخوه اتولد وابتدى يكبر شوية، فابتدى هو يعمل يعني الحركة دي. طيب بص يا فندم، هو التشخيص الامور كده واضحة بالنسبة لنا. هي دي حاجة احنا بنسميها سكند بيبي سندروم، او مشكلة الطفل الثاني. يعني هو كان آخر واحد وكان بيتعامل معاملة معينة أو ليه نظام معين، وبعدين فجأة لقى في حد تاني جه بعده، فبالتالي بدأ يحصل تغيرات نفسية جوه الولد، بس هو ما بيعرفش يعبر. دي احنا بنسميها أعراض جسدية نتيجة اضطرابات نفسية. يعني هو نفسه مش قادر يقول أنا عندي مشكلة، لكن اللي بيعبر جسمه أو التشنجات أو الحركات أو الحاجات دي. أقصد أقول ان الولد مشكلته دلوقتي ان هو عنده حتة نفسية كده، ان هو مش متضايق من الطفل التاني اللي هو موجود بعده. فهيبقى دور حضرتك هنا مهم جدا، انك تفهميه ان ده اخوك، وتحاولي تقربيه منه على قد ما تقدري، وتحاولي كمان انك ما تدلعيش الطفل الصغير قدامه. الطفل الصغير بيرضع؟ الو، ايوه مع حضرتك. ايوه يا فندم، بيرضع. اه، ما نرضعش الطفل الصغير قدامه، ما نشيلش الطفل الصغير قدامه. والله يا دكتور انا بحاول يعني ان انا اسيب مثلا البيبي الصغير وامسكه هو والعبه هو، بس في حاجات بتبقى يعني غصب عني، مثلا ان انا وقت ما بيجي فبضطر ان انا اسيبه، ولو هو بيبكي برضه بقول له طب استنى شويه لما اسكت اخوك الاول، فبتبقى حاجات غصب عن الواحد اه يعني. بس احنا بقدر المستطاع، نحاول ان احنا ما نتعاملش مع الطفل الصغير قدام الكبير، لان هو نفسيا متأثر جدا بوجود الطفل الصغير ده. ودي حاجة مشهورة قوي يعني عندنا، احنا بنشوفها كتير قوي. فلازم الام في اللحظة دي تبقى فاهمة كويس انها لازم تهتم بالولد الكبير مش الصغير قدامه يعني، لكن لا تشيليه قدامه ولا ترضعيه قدامه ولا تاكليه قدامه ولا تغيريه قدامه. طول ما الاتنين موجودين انت شايله الكبير او بتتعاملي مع الكبير، لان هو عنده مشكله نفسيه دلوقتي عشان الامور ما تكبرش. عنده تبول لا ارادي ولا حاجه؟ لا، ما عندوش اي يعني اي مشاكل في البرود. كويس، يبقى احنا نخلي بالنا عشان بس الامور ما تزيدش ويحصل بقى موضوع تبول لا ارادي كمان، لان دي ظاهره مشهوره جدا. فكره ان الطفل تلاقيه بدأ يحصل عنده تغيرات نفسية، وبتلاقيه بيتبول على نفسه، وتلاقيه بيتعصب شوية، تلاقيه بيجيله تشنجات. دي ظاهرة مشهورة قوي اسمها سكند بيبي سندروم، أو ظاهرة تأثر الطفل بوجود طفل آخر. طيب ماشي، شكرا يا دكتور. شرفتيني يا فندم، شرفتيني. فكرة برضو يعني دي برضو من الحاجات اللي أحب أنوه عنها، دايما الأمهات ما تاخدش بالها قوي
من التغيرات النفسية اللي بتحصل عند الأطفال. يعني ده طفل دلوقتي كان ماشي كويس لحد ما الطفل التاني اتولد بدأ يحصل عنده تغيرات نفسية، ودي ظاهرة مشهورة جدا. فاحنا من خلال هذا المنبر الإعلامي احنا بنقول للأمهات خلوا بالكوا من الطفل اللي موجود لما يجي واحد تاني، لأن دي بتأثر نفسيا فيه. فأنا لو ما خدتش بالي أو ما حصلش تشخيص صح للمريض ده بيتعب قوي.